صباح الخير يا جماعة، أنا نايل الشافعي بحييكم النهاردة 11 يناير 2024. بعد نصف ساعة ستنعقد أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة العرقية التي تمارسها في فلسطين ضد الشعب الفلسطيني. الأحرار في العالم أجمع قلوبهم تلهج بالدعاء وراء فريق جنوب أفريقيا، نتمنى له التوفيق لنضحت بذلك آخر حجج الغرب في سلب حقوق الفلسطينيين. القضية موجودة في موسوعة المعرفة، حتى أفردت لها مقالة كاملة في هذا الموضوع، فيها كل الفريق القائم على، خلينا نجيبه هنا، كما ترون هنا الدعوة المرفوعة من جنوب أفريقيا كل المعلومات فيها، وبالإضافة لذلك الفريق القانوني الممثل لجنوب أفريقيا 9 أفراد، كل واحد منهم في مقالة مفردة للشخص عن سيرته المهنية، وبعدين الفريق القانوني لإسرائيل، وبعدين قضاة محكمة العدل الدولية، كل واحد فيهم له مقالة مفردة ليه على حدة، وردود الأفعال الدولية ليها، وفقط هذا كل ما في الأمر. وبعدين نيجي كمان في شيء مهم جدا، احنا موجود معانا كمان حين ننظر إلى الفريق، فريق جنوب أفريقيا، جان دوغار، شخصية مهمة بلا شك، مخضرم في المحاكمات وفي التحكيم الدولي. بالإضافة إلى ذلك موجود كمان الشخصية نمرة 2 في الفريق، عديلة هاشم. عديلة هاشم هي الشخص المسلم الوحيد، ولكن الحقيقة الأهم من ذلك كمان عديلة ليها سيرة مهنية فذة، والموضوع أنا عايز حابب أتكلم عنه هو عديلة هذا في هذا الفيديو السريع. عديلة، لحظة واحدة هنا، عديلة هاشم هي ولدت في دربن تقريبا سنة 65، ما يبانش على سنها ولا انها كبيرة، ولكن وحصلت بعد ذلك على البكالوريوس من جامعة ناتال في دربن، وثم فازت بزمالة او منحة لدراسة الماجستير في جامعة درو. هي اخذت فترة ما بين وحصلت على البكالوريوس وقرارها بدراسة الماجستير انها راحت عملت في اعمال في NGOs، جمعيات حقوقية في الكاميرون وأيسلندا، ثم بعد ذلك اتجهت إلى الولايات المتحدة، حصلت على 2 ماجستير، واحدة ماجستير عادي وواحد ماجستير قانون، وبعد كده ذهبت إلى الدكتوراه من جامعة نوتردام في إنديانابوليس، حصلت على الدكتوراه في القانون، ثم عادت إلى جنوب أفريقيا. حين عادت إلى جنوب أفريقيا أصبحت الآن شخصية بارزة في حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا. مؤخرا منذ تقريبا حوالي 1.5 سنة حصل حريق كبير في جوهانسبرغ، التهم مبنى مهجور. المبنى ده كان يسكن فيه مئات من الناس بلا مأوى، وكثيرين منهم من المعوقين ذهنيا. فهي دلوقتي هي اللي بتقود الحملة، والحكومة كلفتها بأنها تشرف على التقاضي بسبب هذه الكارثة الكبيرة. مهم، عديلة شخصية مهمة وفذة زي ما بقول. من ضمن الحاجات المهمة لازم جديرة بالذكر عنها، هي ادت محاضرة طويلة، احنا حاطينها تسجيل لها، محاضرة حوالي ساعة، المحاضرة نفسها ونص ساعة، إجابة على أسئلة تقدروا تفهموا منها هي الست بتفكر ازاي. وبعدين بالإضافة لذلك عديلة بتحكي عن
ايه علاقتها بالقضية الفلسطينية. فهي بتقول هي بتذكر في سنة 94 في رمضان سنة 94 كان فبراير 94 قرأت عن مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل. الحرم الإبراهيمي في الخليل الناس كانوا بيصلوا الفجر في الحرم الإبراهيمي، وأثناء سجودهم دخل واحد مستوطن ومعاه مدفع رشاش وقتل مش فاكر رقم 38 شخص أثناء سجودهم. بعد ما قتل 38 شخص قاموا وتغلبوا عليه وقتلوا هذا الرجل. هي بتذكر بتقول حادث شنيع، ولكن الأشنع منه أن الحكومة الإسرائيلية جت واعتقلت جميع المصلين وفضلت معتقلهم لعدة أيام للتحقيق معهم لتعرف دور مين فيهم، ما الدور اللي عمله في قتل المستوطن. يعني مش مهم انه قتل كل دول، هو بس المستوطن اللي قتلوه ليه قتلوه. مهم بعد هذا الشيء الحادث ما حصل، قررت اسرائيل انها تغلق تماما الطريق الرئيسي في مدينة الخليل، وهو اسمه شارع الشهداء. شارع الشهداء ده كل المحال التجارية موجودة فيه، طوله حوالي تقريبا كيلو ونص، قفلوا كل المحل اللي موجودة فيه ومنعوا السير فيه، وأصبح وقالوا ان كل الناس الموجودين دول إرهابيين. الفكرة كلها انه بدأوا يصلوا مستوطنين وقالوا احنا لينا حق في الحرم الإبراهيمي ولازم، وأنشأوا أربع مستوطنات في قلب مدينة الخليل، استولوا على منازل وعملوها مستوطنات ومنعوا مرور الناس فيها وحددوا الناس ما يدخلوش فيها، ورفعوا أسعار كل شيء، مية وبنزين وكل شيء في المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي عشان يطفشوا الناس منها. فبما كانوا سعر البنزين، لتر البنزين كان بيبقى بثلاثة شيكل اللتر في المعتاد، يجوا في المنطقة ديت للمستوطنين يصرف لهم البنزين مجانا، وبالنسبة للفلسطينيين 50 شيكل بدل 3 شيكل. فالمية من حق المواطن الإسرائيلي ياخد 480 لتر يوميا، من حق الفلسطيني 80 لتر فقط، وكثير من هذه الأمور مما جعل إن هي عديلة. بتقول الأبارتايد اللي موجود في فلسطين أشد كثيرا من الأبارتايد، الفصل العنصري اللي كان موجود في جنوب أفريقيا. مهم الكلام ده كله هي قرت عليه وهي صغيرة. وبعدين بعد كده جينا في 2010 طلع نيلسون مانديلا نفسه وقال إنه الأبارتايد إنه لن يهنأ ولن يهدأ له بال حتى يقضي على الأبارتايد في فلسطين. ده كان نيلسون مانديلا. بعد كده انضمت عديلة إلى منظمة اتعملت في العالم كله اسمها Open شهداء ستريت، افتحوا شارع الشهداء في الخليل. دي منظمة في العالم كله بتنظم مظاهرة واحدة كل سنة في فبراير، مسيرات بتتعمل مسيرة في الخليل ومسيرات أخرى مناظرة لها حول العالم بتطالب بفتح شارع الشهداء. فالمهم هي راحت عديلة، سافرت إلى فلسطين مع مجموعة من هذه المنظمة، مكتب هذه المنظمة في جنوب أفريقيا، سافروا إلى الخليل. حين وصلوا إلى مطار اللد، هي كانت الوحيدة في هذه المنظمة اللي مسلمة. منشئ الاثنين اللي أسسوا هذا الفرع للمنظمة في جنوب أفريقيا الاثنين يهود، وكانوا معاهم في الرحلة. فبيقولوا ضابط الجوازات لما شاف اسمها قال لها تعالي انت على جنب، ابوك اسمه ايه؟ وبعدين قال لها تعالي على جنب، وفضلوا يحققوا معاها لمدة 5 ساعات. بعد تحقيق لمدة 5 ساعات اطلقوا صراحة وخلاها تروح مع الفريق الى الخليل. فراحت وشافت اللي هناك ورجعت، اصبحت منذ ذلك الحين ناشطة ضد الفصل العنصري الاسرائيلي. دي جاية دلوقتي علشان تربي وتأدب الشذاذ الآفاق الإسرائيليين في محكمة العدل الدولية.
دعنا نرى ماذا سيحدث. أنا نسيت أقول لك كمان، خدتوا بالكم وأنا بحكي لكم على السيرة بتاعتها، إنها قعدت وأخذت كام منحة في الولايات المتحدة. هذه النوع من المنح معناها في تخصص قانوني تشريعي. أنا أعتقد الموضوع يعني هناك تفهم لعديلة في الأوساط القانونية الأمريكية. دعنا نرى ماذا سيحدث، وشكرا، وهنواصل معكم.